توقعت ان تتويج هذا يعني كان مستحق. يعني ما يمكنش ان التشجيعات تجيك من جميع الناس وسيرتو الرياضي الاول سيدنا اللي شجعنا. هذا الشيء الا ويخلينا اننا نكونوا في المستوى الكبير ونهديو هذا اللقب لسيدنا والمغاربه كاملين لان تستاهلوا هذا اللقب هذا لانه كان مجهود ديال عام كامل. والحمد لله اللاعبين قدموا واحد المستوى كبير ومبروك علينا كاملين.